هناخد اساليب توثيق المعلومات، وسبعة هناخد جزء بسيط جدا صغير عبارة عن مجموعة من النقاط اسمها اخلاقيات البحث العلمي اللي يجب ان يتحلى بها اي باحث فيكم ان شاء الله. لازم ولا بد يتحلى ببعض الصفات اللي بنسميها اخلاقيات البحث العلمي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده في البداية عناصر كتابة البحث العلمي. لو انا عايز مثلا اكتب بحث، هو ده طبعا يعتبر الموضوع بتاعنا النهاردة، خطة البحث بوجه عام. لو انا عايز اكتب بحث بوجه عام حاجة مفيدة، يعني هتلاقي ان البحث عندك مقسم الى 3 اجزاء، 3 اجزاء رئيسة، 3 حاجات اساسية. رقم 1 المقدمة، رقم 2 منهج الدراسة، رقم 3 تحليل البيانات. يبقى المقدمة ومنهج الدراسة وتحليل البيانات، هما دول الـ3 أجزاء حتى اللي هنشتغل عليهم النهاردة في الموضوع بتاعنا. ولكن هتلاقي في المقدمة بعض العناصر اللي هناخدها بالتفصيل، منهج الدراسة في بعض العناصر هناخدها بالتفصيل، تحليل البيانات في بعض العناصر ودي المهمة جدا هناخدها بالتفصيل برضو، وبعد كده نستعرض حاجتين بقى اللي هما التوثيق وأخلاقيات البحث. طيب يبقى إذا موضوع المحاضرة بتاعتنا هي في الإيه؟ الـ3 أجزاء دول المهمين خالص. طيب نبدأ بأول شيء وهي المقدمة. إيه هي المقدمة؟ كلنا طبعا انتوا عارفين لو انت مسكت اي بحث، اي بحث هتبص تلاقي فيه ايه على طول، ها اول حاجه بتفتح الصفحه هتلاقي صفحه العنوان، ثم بعد صفحه العنوان على طول بتلاقي ايه المقدمه، طبعا بيسبقها شكر ما الى ذلك، لكن احنا بنتكلم في الحاجات الاساسيه. الاساسيه هتلاقي العنوان وبعدين هتلاقي الايه المقدمه. طب المقدمه دي بنستعرض فيها ايه؟ البعض يقول المقدمه دي يعني كلمتين كده عن عنوان البحث. لا، المقدمه دي مهمه جدا جدا. طب البعض يقول ايه، طب انا بكتب المقدمة اول ما ابدأ اكتب البحث. غلط، خطأ. ليه؟ اسمها مقدمة في البداية. ايه غلط، المفروض المقدمة تكتب بعد ما تنتهي انت من الدراسة. طب ازاي يعني ده مقدمة اسمها مقدمة اكتبها بعد ما انتهي من الدراسة من البحث؟ طب ليه؟ ببساطة شديدة، لان المقدمة دي انت بتكتب فيها عنوان الدراسة والمشكلة وملخص الفروض وبتروح جاي قايل له كمان من الاسباب اللي خليتك اخترت هذه الدراسه او الاسباب اللي اخترت بيها الموضوع ده، واللي اهم من ده كله بقى احيانا تحط فيها الصعوبات التي واجهتها الباحث اثناء الدراسه. طيب ما الصعوبات اللي واجهتك ديت هتلمح عنها، يعني تقول الدراسه دي خدت من الباحث 3 سنوات مثلا، بيعمل كذا كذا كذا، واجهته بعض الصعوبات. ايوه، طب انت كنت هتعرف منين الصعوبات دي لو انت كتبت المقدمه دي في البدايه؟ اذا المقدمه دي بالعكس، المقدمه دي بنكتبها في النهايه خالص عشان ببقى وصلت لبعض النتائج، بصيغها بحطها باختصار شديد جدا في المقدمه اللي هو بنسميه الابستراكت، ملخص يعني، فممكن احط فيها بعض ملخص للنتائج اللي توصلت لها، اضع فيها بعض الصعوبات اللي واجهت الباحث. فالمقدمه دي في منتهى الاهميه، مش زي ما البعض متخيل انها ايه صفحه بكتبها وخلاص في الاول كده، لا 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 خالص. طب تعالوا نشوف فيها ايه بقى، يعني ما دام الموضوع مهم كده تعالوا نشوف المقدمه دي بتتناول ايه. أولًا بتتناول أسباب إجراء الدراسة. إجراء الدراسة يعني إيه إجراء الدراسة؟ يعني الأسباب اللي خلتني أجري البحث بتاعي، يعني أقوم بإعداد هذا البحث. طيب إيه أسباب اختيار هذه الدراسة؟ يبقى أسباب إجراء الدراسة وأسباب اختيارها. أسباب اختيارها السبب إنك أنت اخترت أو اخترت العنوان. دي أسباب اختيار الدراسة. طب أسباب إجراء الدراسة؟ إجراءها معناها إنها الأسباب اللي خلتني أتبع الأسلوب ده بالذات في عمل هذه الدراسة. يبقى الاسباب اللي هتخليني اجري الدراسه والاسباب اللي تخليني ايه اختار هذه الدراسه. طيب بعدين شوف بقى داخل المقدمه بعمل ايه، استعراض ومراجعه الادبيات السابقه، شفت مهم جدا، ومناقشه وعرض موجز للدراسات السابقه. يبقى بعمل موجز مختصر جدا جدا للدراسات السابقه بحيث اوضح اهميه الدراسه بتاعتي من حيث مختصرة جدا، مش دي الأهمية اللي أنا هقولها في الدراسة، في حاجة جوه في الدراسة اسمها أهداف الدراسة وأهمية الدراسة، ولكن دي مقدمة بستعرض فيها موجز ملخص كده خفيف سطر كلمتين بس، بوضح فيها كل حاجة، أوضح فيها الأدبيات بتاعة الدراسة، أوضح فيها أسباب إجراء الدراسة، أسباب اختيار الدراسة، أوضح فيها الصعوبات اللي واجهت الباحث وما إلى ذلك. يعني اهم شيء عندي من الادبيات اللي اتعلقت بالدراسه بستعرضها. طب ليه؟ ما الغرض من استعراض الادبيات؟ ان انا بستعرض بقول له او بوضح له البحوث ذات العلاقه بمشروع البحث بتاعي،
بمعنى اوضح له الاطار العلمي والنظري الصحيح. ايوه برافو عليك يا ساره، بتقولي يعني المقدمه شامله لما يحتوي البحث، بس خدي بالك هي شامله فعلا، بس ننتبه لنقطه مهمه جدا وهي انها موجزه ومختصره جدا، يعني ما ينفعش تروح جايه قايله تقولي اهميه البحث واحد اثنين ثلاثه اربعه غلط كده، انت ما سبتيش حاجه للاهميه اللي جوه ولا رؤوس اقلام كمان. اصيغها في صوره جمله، يعني بص ازاي يا ساره مثلا، او في اهميه البحث اقول تعتبر هذه الدراسه دراسه هامه حيث انها تمس مجتمع او المجتمع السعودي وتمس كل فرد داخل هذا المجتمع. بس خلاص شوفي اهو، انا قلت بس اهميه عباره عن جمله واحده، ان الدراسه بتاعتي مهمه لانها تمس المجتمع. ممكن اقول كده الدراسه، تنبع اهميه الدراسه من خلال ان هذه الدراسه مثلا تتعلق بالاقتصاد القومي، هذه الدراسه هامه لانها تعالج احد اهم المشكلات التي يتعرض لها المجتمع السعودي، العنوسه مثلا. خلاص بس كده شوفي جمله واحده، يبقى انا وضحت اهميه الدراسه هنا بس في ايه؟ جمله. لكن بقى اما اخش في الاهميه مختصره جدا، برافو عليك يا علي، يعني ده معناه اما اخش انا بقى جوه هناك بقى في الاهميه، في بند اسمه اهميه الدراسه جوه، هعمل في ايه بقى؟ اقول تعالى بقى اهميه الدراسه، هذه الدراسه هامه من بعدين، الاهميه العلميه والاهميه العمليه. اولا الاهميه العلميه، واحد اتنين تلاتة واشرح اللي انا عايزه. دي لما اكون بتكلم جوه البحث بقى فين، ها في حاجه اسمها اهميه الدراسه. لكن في المقدمه ها لا، ما اقولش حاجات كده يعني رؤوس اقلام او حاجات شامله او لا لا خالص، فقط اقول مختصر جدا جدا، مختصر مفيد عباره عن جمله او جملتين فقط يوضحوا لي اهميه الدراسه، وجمله او جملتين فقط يوضحوا الادبيات. اقول من خلال استعراض الادبيات وجدت ان هناك بعض الدراسات الهامه لهذه الدراسه، منها دراسه كذا كذا كذا، بس كفايه كده. امال جوه بقى في بند اسمه الدراسات السابقه، استعرض فيه بقى اول الدراسات، اولا دراسه عبد العال، واشرح دراسه عبد العال دي تاخد لها صفحه صفحتين عادي جدا بقى. يبقى جوه بقول باستفاضه، لكن في المقدمه ها بقول، بس بقول حاجه ايه مختصره جدا جدا. ها يا رب تكون وضحت كده. يبقى اذا في المقدمه استعرض كل حاجه في شكل جمله جملتين، مش رؤوس اقلام، يعني عباره عن حاجه تتفهم بس تكون مصاغه في شكل جمله او جملتين، حاجه خبريه كده في شكل جمله او جملتين. بتبقي انت بقى ما ذاكرت الدراسات السابقه بتاعتك او الادبيات، بتبقي عرفتي اهم دراسه وتعرفي تصيغيها وتقولي مثلا تعرض الباحث لصعوبات، هذه الصعوبات كان اهمها صعوبة كذا كذا، ما اقولش كل الصعوبات، ليه؟ ممكن جوه البحث بتاعي ممكن اعمل بند بقى في الاخير خالص خالص قبل المراجع اقول الصعوبات التي واجهت الباحث، اكتب 20 صعوبة واجهتني، لكن في المقدمة حطيت كام صعوبة؟ صعوبة واحدة بس او اتنين. يبقى اذا المقدمة مختصرة جدا وبتاخدي تحط فيها الحاجات الايه؟ الهامة جدا جدا يعني، خلاص؟ يبقى اللي يقراها كده يشعر انها زبدة الموضوع، يشعر انها دي الخلاصة، ويشعر انها فهم انت تعبتي قد ايه في الدراسه وقعدت فيها قد ايه، وقد ايه في دراسه هتبقى مهمه جدا اسمها كذا، وقد ايه في. يبقى اذا ها وصلت كده، اي عباره عن تشويق، صح ممتاز. يبقى انا بشوق القارئ ان اقرا الدراسه دي، ان شاء الله هتلاقي فيها الباحث تعب في كذا وفيها دراسات كذا وفيها كذا، برافو عليك يعني. يبقى اذا فعلا الدراسه لازم اللي يقرا المقدمه يشعر بالايه؟ بالتشويق، يعني يشعر بان هو فعلا داخل على حاجه قصه جميله كده، فكانك انت بتدي له عبارات تشوقيه فيها للقصه بتاعت الدراسه بتاعتك. خلاص اتفقنا؟ طيب يبقى دي بالنسبه للايه؟ لاول جزئيه. طيب نيجي للجزئيه الثانيه، الادبيات اللي انا بحطها في المقدمه، ليه بحط ادبيات؟ اولا ركز جهودك على الادبيات العلميه، مهم جدا ان انا اركز على الايه؟ الادبيات العلميه، يعني اقول والله الدراسه دي العنوان هكذا وهتركز على الادبيات كذا وكذا وكذا، حلو، بس انا قلت ايه؟ هاخد بس جملتين ثلاثه عن الادبيات، مش عايز اخوض في التفاصيل. يبقى اذا هشوف ايه اهم حاجه في الادبيات واحطها. طب احنا ليه بندرس اصلا الدراسات السابقه، او ليه بنعمل الادبيات يا اخوان في الدراسه بصفه عامه؟ يعني ليه حتى بعمل بعيد عن المقدمه، ليه بعمل بند مخصص من الدراسات السابقه او الادبيات؟ ليه ابحث في الادبيات؟ طب ما انا اعمل البحث بتاعي وخلاص. لا، الادبيات دي مهمه جدا لانها اللي بتوضح لك علاقة بحثك بالأبحاث الأخرى، بمعنى الأبحاث الأخرى ضافت إيه في الموضوع ده؟ الأبحاث الأخرى توقفت فين في الموضوع ده؟ إيه الجديد في الموضوع ده؟ فبالتالي يبقى لازم ولا بد أنت تراجع الدراسات والأدبيات عشان هي اللي هتعرفك آخر
او الابديت يعني اخر تحديث موجود، اتعرفك التاصيل العلمي ايه اللي كتب فيها اصلا من زمان، ايه اللي كتب فيها حاليا. فمهم جدا جدا، حتى بيستخدموا حاجه اسمها الاستعراض الاعمى للابحاث المنشوره دي، بحيث انك انت بتركز دايما على الدوريات والادبيات بغض النظر عن يعني اسم صاحب المقال، يعني ما يهمنيش مين اللي كاتب، انا بعمل بحث اعمى او استعراض اعمى بحيث اعرف ايه اللي كتب في الموضوع ده. لما اعرف ايه اللي كتب في الموضوع ده يبقى انا هنا عرفت كويس جدا خلفيات الموضوع بتاعي، وايه هي الابحاث وايه هي الدوريات وايه هي المقالات وايه هي المنشورات اللي فعلا تناولت البحث بتاعي. طيب يبقى لازم اقوم كمان ثانيا القيام باجراء مراجعه للادبيات في بدايه عمليه البحث. مهم جدا ان في مرحله مبكره من البحث، مبكره جدا جدا مبكره، لازم ولا بد ان انا اقوم بعمليه الايه، عمليه مراجعه للادبيات بنسميها الايه، الريفيو. طيب ايه اللي المفروض ان انا ابحث عنه في الادبيات؟ يعني انا لقيت 5 دوريات كاتبين في البحث بتاعي، انا عامل بحث مثلا عن البيئة السعودية أو العنوسة، ها طب أنا دورت لقيت بعض الدوريات، دورية يعني معناها مجلة علمية، يعني لقيتها كاتبة في البحث ده، ولقيت بحث تاني ولقيت بحث تالت وبحث رابع، شيء جميل جدا. طيب إيه اللي هبحث عنه جوه الدوريات دي؟ آه حاجات مهمة جدا. أولا بتدور على أي دراسة تكون شبيهة للدراسة بتاعتك، يعني مثلا أنت كاتب كده علاقة العنوسة مثلا بالدخل او الدخل الاقتصادي في المجتمع السعودي، التطبيق على المجتمع السعودي، يبقى عايز ادور اي دراسه كتبت عن العنوسه وعن الايه، علاقتها بالدخل. لو لقيت حاجه زي كده انتبه، لان كده يبقى انت بتعمل بحث مكرر. لا طب بحث مكرر ينفع؟ لا. طب ابص بقى في الحاله ما دام الاثنين مش متشابهين، انا بعمل على العنوسه والدخل، ابص على الحاجه الثالثه وهي المجتمع، هل حد عملها برضه في المجتمع السعودي؟ اه عملها، لا يبقى خلاص البحث ده ما ينفعش، انت كده خدت جميع المتغيرات كلها موجوده، حتى مجتمع الدراسه موجود. طيب لو انا لقيت واحد عمل في العنوسه وعمل علاقه العنوسه بالدخل الاقتصادي بس عملها في الكويت، انا عاملها في المملكه العربيه السعوديه، عادي مفيش مشكله، خلاص بحثك جميل، خلاص اتفقنا. اذا لو مجتمع الدراسه مختلف مفيش مشكله. طيب ما دام مجتمع الدراسه مختلف وعملت البحث بتاعي حلو جدا، يبقى دي اول نقطه بنطلق منها، ان انا اشوف ايه الدراسات الشبيهه للدراسه اللي انا هقوم بيها، لان عشان اتاكد ان مفيش حد عمل البحث بتاعي والبحث بتاعي جديد يعني. طيب لازم برضو ثانيا، ها البحوث السابقه بتساعدك على تضمين كل النماذج ذات العلاقه بدراستك. يعني ايه علاقه بدراستك؟ يعني معناها ان انت بتشوف ايه الابحاث اللي اتكلمت في العنوسه، هل توصلت لنماذج؟ اه حلو، النماذج دي اخدها بقى عشان تخدمني في الدراسه بتاعتي، واذكرها اقول للدراسه النموذج ده انا واخده من دراسه مثلا علي بمحرز مثلا، وخلاص يبقى انا فهمت ان ده نموذج علي واخده عشان هيساعدني في الدراسه بتاعتي، مفيهاش مشكله خالص. طيب ايه كمان؟ مراجعه الادبيات التي تساعد في ايجاد واختيار وسيله القياس المناسبه، لازم ولا بد اختار وسيله القياس المناسبه. هل انا هقيس بالاستواء، استخدم الاساليب الكميه، هستخدم الاساليب الاحصائيه الاس بي اس اس، ايه اللي هستخدمه، ايه اسلوب القياس او اسلوب تحليل البيانات اللي انا هستخدمه؟ الدراسات السابقه او الادبيات والدوريات وكل المراجع اللي هي دي هتساعدك ان شاء الله، هتساعدك ان شاء الله في انك تعرفي تختاري نموذج القياس المناسب للدراسه اللي انت عايز تعمليها. رابعا مراجعه الادبيات اللي بتساعدك على توقع المشاكل المشتركه في اطار البحث، بمعنى ايه؟ ان لما براجع الادبيات بقدر اتوقع المشاكل المشتركه في اطار البحث، بعرف ايه هي المشاكل اللي ممكن تصادف. طيب يبقى كده تمام، يبقى انا فعلا ايوه يا فارس بالظبط، يبقى انا يا فارس براجع البيانات. بس خد بالك، لا انا اصلا اقول مراجعه الادبيات فعلا. بص لاحظ يا فارس، احنا بنتكلم عن ايه هنا؟ ها العنوان الشريحه، ما الذي يجب ان تبحث عنه في مراجعه الايه؟ الادبيات. اه يعني انا بتكلم عن مراجعه الادبيات، مراجعه الدوريات، مراجعه الابحاث، فهنا براجع الادبيات اشوف الادبيات يعني الابحاث اللي اتعملت واقدر من خلالها اجيب وسيله قياس مناسب، فهي مراجعه الادبيات مش البيانات. خلاص لا، مراجعه البيانات دي شيء ومراجعه الادبيات شيء، احنا نقصد هنا مراجعه الادبيات، خلاص اللي هي مراجعه الابحاث والمراجع والدوريات وما الى ذلك. وصلت؟ طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، ما أهمية المقدمة؟ إيه أهمية المقدمة؟ يعني المقدمة مهمة ليه؟ يعني لازم يعني كل بحث يبقى فيه مقدمة؟ أي نعم. ليه؟
اولا المقدمه تعتبر من الاشياء المهمه جدا لانها بتوضح اسباب اجراء الدراسه. ايوه برافو عليك، يعني فحص الابحاث، برافو. مراجعه الادبيات يعني فحص الابحاث، برافو، صح كده. طيب نيجي هنا بقى لاهميه المقدمه. المقدمه مهمه ليه يا فارس او يا علي او يا دالي؟ ليه المقدمه مهمه؟ اولا لانها بتعتبر من الاشياء المهمه جدا لانها بتوضح اسباب اجراء الدراسه. طب وايه بس كده؟ قال لي لا، بتناقش موجز وفحص الابحاث والدراسات السابقه، وبتساعدني ان انا اضع فروض الدراسه، صح جدا. ما احنا قلنا المقدمه مش هكتبها الاول، ده بالعكس ده انا بكتبها في الاخير خالص بعد اكون ما حطيت الفروض وحطيت وعرفت الاهداف وعرفت الاهميه وعرفت الادبيات وعرفت ايه الابحاث اللي بتتناول بحثي وما الى ذلك. طيب ايه كمان بقى من اهميتها؟ انها بتتناول العقبات، اهي الصعوبات، اهي اللي كنت بقول لك عليه، العقبات او الصعوبات اللي بيواجهها الباحث اثناء سير الدراسه. عرفنا، يبقى مهم جدا جدا النقطه دي، انها كمان في المقدمه لازم اذكر الصعوبات. ليه؟ ما هو دي تشويق، لسه قايلينها، ان انت بتشوق الشخص اللي بيقرا المقدمه بتاعتك ان والله انا تعبت في البحث ده جدا، البحث ده اخذ مني اكثر من 3 سنوات. ياه، قال لك ليه عمل ايه ده؟ معقوله كل ده؟ فانت لما تدي له كل تشوقه ان السنوات دي قعدت فيها في الدراسه، يبقى مشتاق انه يعرف ايه المجهود اللي انت عملته، فشيء جيد جدا يعني. بس قلنا مش هحط كل الصعوبات، انا بحط صعوبه او اتنين، حاجه كده في جمله او جملتين، خبريتين اوضحهم، يوم يبان اللي انت عملته وفي نفس الوقت تشوقه، بحيث لو هو عايز يرجع لكل الصعوبات اقول له صعوبات البحث موجوده في صفحه 210، لو عايز ترجع لها ارجع لها. يبقى كده لمحت له بس عن الصعوبات بالظبط، يعني اديته يعني لمحه خفيفه كده في شكل جمله جملتين، بس مش هقول كل الصعوبات، غلط. لو قلت كل حاجه، كل الاهميه وكل الاهداف كل الصعوبات، لا ما كانتش كده، مش مقدمه بقى، ده كده موضوع البحث، ده كده دخلت في تحليل البيانات او تحليل الداتا يعني. لا ده احنا عايزين فقط تلميح بسيط كده عباره عن جمله او جملتين، اتفقنا؟ طيب بعد كده كمان بعرض النقاط الجوهريه او النقاط المهمه الجوهريه اللي انا خدتها في الدراسه بتاعتي. يعني مثلا انا توصلت النتيجه، اقول وفي نهايه الدراسه توصل الباحث الى نتائج هامه جدا جدا سوف نناقشها بالتفصيل في تحليل البيانات او في فصل النتائج. شوف او شوقته ان في نتائج مهمه جدا، لو انت ان شاء الله دخلت كملت قراءه للبحث هتلاقيها ان شاء الله في النتائج. شوف، يبقى انت كده بتلمح له وفي نفس الوقت ما تديلوش التفصيل، اتفقنا؟ طيب ايه كمان؟ المقدمه في الغالب هي عصاره ذهن الباحث. يعني ايه عصاره ذهن الباحث؟ يعني هي الزبده زي ما بيقولوا كده. يعني ايه؟ يعني انت بتعمل بنسميها زي البرين ستورمنج، يقول لك تريجر هيومن برين. يعني ايه تريجر هيومن برين؟ يعني عصر المخ او الذهن البشري. شفت لما تكون مثلا انت ماسك قطعه قماش مبلوله وتعصرها كده، ايه اللي بيحصل؟ مش بتطلع كل الميه اللي فيها لما بتعصرها كده؟ بالظبط، اهو انت بتعمل العصف الذهني اللي هو البرين ستورمنج. بالظبط، العصف الذهني ده، البرين ستورمنج ده اللي انت بتعمله ده، علشان ما بتقدرش تعمله غير ما بتكون انتهيت من البحث. اعمل بقى عصاره كده، اعمل عصف ذهني لكل اللي انا الصعوبات اللي واجهتها والمقدم الاهداف والاهميه، وادي عن كل واحده جمله كده، وفي الاخر اصيغهم بقى في المقدمه. عشان كده المقدمه مهمه جدا، ومش اي حد يكتب المقدمه. المقدمه لازم يبقى فيها نوع من انواع التشويق ونوع من انواع التلميح الجميل اللي يخلي اللي قدامك كده يبقى مشتاق انه يفتح البحث ويقراه. خلاص؟ طيب عشان كده بنقول المقدمه والخاتمه. يعني طبعا المقدمه المفترض هي الانترودكشن، انترودكشن يعني المقدمه. طب والخاتمه؟ الكونكلوجن. خاتمه يعني كونكلوجن. بنقدر نقول ان المقدمه والخاتمه الاثنين مهمين جدا جدا جدا، وبدون المقدمه والخاتمه بحثك يبقى كانه ناقص بالظبط. يعني شفت التاج؟ ناقص التاج اللي بيتحط على راس العروس كده، يعني التاج ده هو اللي بيدي زينه وشكل كده. اي بالظبط، هي المقدمه بقى والخاتمه هو التاج ده اللي انت بتزين بيهم الدراسه بتاعتك. يبقى انت عملت شغل حلو، محتاج بقى تزينه. تزينه ازاي؟ ان احط له مقدمه وخاتمه، احط له انترودكشن واحط له كونكلوجن. طيب انترودكشن وكونكلوجن. طيب يبقى اذا كتابه المقدمه والخاتمه حاجه مهمه جدا. طيب نيجي بقى، دي اول اولا اللي هي المقدمه. احنا قلنا 3 اشياء، المقدمه ومنهج الدراسه وتحليل البيانات. خلصنا المقدمه، جميل جدا. في اي سؤال؟ اعتقد ان شاء الله بسيطه وواضحه. يعني نيجي لمنهج الدراسه، يا رب يكون كل شيء واضح. يعني نيجي لمنهج الدراسه، تمام يا دعاء. منهج الدراسه بقى فيه
اللي هو يعتبر يا اخوان المنهج اللي هو الاسلوب، اسلوب الدراسه. يعني انت هتستخدمي اي اسلوب في الدراسه؟ قال لي من النقاط المهمه جدا لازم اراعيها في خطه البحث ان البعض بيطلق عليها الاجراءات المنهجيه للدراسه. يعني ايه الاجراءات المنهجيه للدراسه؟ معناها جمهور الدراسه، الادوات اللي هستخدمها في الدراسه، كيفيه قياس المتغيرات الفاريبلز، فاريبلز يعني متغيرات، ازاي هقيس كل متغير؟ هيبقى عندي متغير مستقل وعندي متغير تابع، هقيس المتغيرات دي ازاي؟ طب علاقه ايه علاقه المتغير المستقل بالتابع؟ طب الفروض هقيسها ازاي؟ هل هستخدم انهي اسلوب بيانات؟ هي دي كلها اسمها منهج الدراسه. يبقى منهج الدراسه بحدد فيه جمهور الدراسه، احدد فيه العينه، احدد فيه الادوات اللي بتستخدم في الدراسه، احدد فيه قياس المتغيرات، ابدا احط فيه الخطوات اللي هجمع فيها البيانات، اتكلم عن نوع تصميم الدراسه. يعني ايه؟ يعني منهج الدراسه ده يشمل جمهور الدراسه من حيث ايه، مين هم مجتمع الدراسه بتاعك؟ هل مجتمع الدراسه جامعه معينه؟ هل هم مجتمع الدراسه المجتمع السعودي؟ هل مجتمع المنطقه الشرقيه؟ هل الرياض؟ هل القصيم؟ هل لازم اشوف ايه العينه اللي انا هاخدها وايه المجتمع بتاعي؟ يبقى العينه والمجتمع بيجوا في منهج ايه؟ منهج الدراسه. طيب ايه الادوات اللي بتستخدم في الدراسه؟ ايه ادوات الدراسه اللي هستخدمها؟ هل هي ايه الاداه اللي هستخدمها عشان اجمع البيانات؟ هل هي استبانه؟ هل هي ملاحظه؟ هل تحليل المحتوى؟ هل هي المقابله اللي احنا خدناهم قبل كده، اللي هي الادوات اللي بتستخدم في جمع البيانات. طيب كيفيه قياس المتغيرات كمان، منهج الدراسه بيتضمن كيفيه قياس هذه المتغيرات، بمعنى بقيس المتغيرات ازاي. غالبا بستخدم الطرق الاحصائيه، غالبا اما استخدم برامج الاحصاء اللي هي على الحاسب الالي او الكمبيوتر زي الاس بي اس اس، زي الاي فيو، في برامج كتير جدا بستخدمها. طبعا اشهرهم على الاطلاق هو الاس بي اس اس اللي هو ستاتستيكال ساينس فور باكج ساينس، خلاص يعني معناها الحزمه الاحصائيه للسوشيال ساينس، للعلوم الاجتماعيه، خلاص. طيب يبقى هنا البرنامج ده برنامج بيتم على الحاسب الآلي. طب بيساعدني في ايه؟ بيساعدني ان هو بيقوم بكل العمليات الاحصائيه اللي انت ممكن تتخيلها. لو انت اتقنته تقدر تقوم تعمل كل حاجه. زي ايه؟ ممكن يعمل لك الانحراف المعياري، ممكن يجيب المدى، ممكن يجيب السمبل ريجريشن يعني الانحدار البسيط، ممكن يجيب المالتي ريجريشن الانحدار المتعدد، ممكن يجيب لينار، ممكن يجيب المصفوفه، ممكن حاجات كتير جدا. برنامج احصائي يعني كل العلوم الاجتماعيه اللي هي السوشيال ساينس قايمه عليه. فيعني عشان كده بنسميها statistical package يعني الحزمه الاحصائيه for social science للعلوم الاجتماعيه. خلاص؟ statistical package for social science. بناخد الاس من statistical يعني احصائي، وناخد البي من package يبقى اس بي، ها؟ وسوشيال ناخد منها اس اس، و ساينس اللي هي علوم ناخد منها الاس، يبقى اس بي، ها؟ اس 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 بي اس اس. ده برنامج او حزمه احصائيه للعلوم الاجتماعيه. هي اللي هتقيس لك كل المتغيرات او العلاقه بين المتغيرات اللي موجوده في الدراسه بتاعتي، خلاص؟ طب ادوات جمع البيانات. طبعا كل ما انوع في ادوات جمع البيانات بيكون افضل للدراسه بتاعتي. يبقى ده كده خلصنا الجزء الثاني وهو منهج الدراسه. يبقى خدنا المقدمه وبعدين منهج الدراسه. ثالثا بقى تحليل ايه؟ البيانات. اللي هو اخر جزء، بس ده اطول جزء فيهم، بس هو يعني اخر جزء في جزئيه اللي ايه؟ عناصر ومكونات البحث. تحليل البيانات طبعا يعتبر هو جوهر الدراسه، لب الدراسه، بمعنى الدراسه الجيده برضو هي الدراسه اللي بيكون فيها تحليل بيانات قوي. كل ما يكون تحليل البيانات بتاعتك قوي، تستخدم اساليب احصائيه قويه، تستخدم معادلات قويه، تستخدم كل ده بيعكس ان الدراسه بتاعتك دراسه ايه؟ او الدراسه بتاعتك دراسه، ها؟ دراسه قويه. طيب يبقى اذا لازم استعرض كيفيه تنظيم وتحليل البيانات اللي جمعتها، لازم قضيه تبوب البيانات، لازم استخدم الدراسات الكميه والدراسات النوعيه في تحليل البيانات. طبعا احنا بنسميها الكوانتيتيف ستادي اللي هي الدراسات الكميه كوانتيتيف، والدراسات النوعيه اللي هي الكوالتيتيف. كوالتيتيف ستاديز يعني دراسات كميه ودراسات نوعيه. ايه الفرق بينهم؟ الدراسات الكميه اي حاجه تساق في شكل عددي رقمي، زي ما انا قلت لك التكلفه، بتجاوب عليا بايه بالتكلفه؟ بقول لك مثلا تكلفه القلم كام؟ تقول لي 5، 10 ريال، 6 ريال، لازم هتقول لي رقم. يبقى دي اسمها كميه لانها ايه؟ عدديه رقميه. طيب ما اقول الطول، الربح، تكلفه، كل دي حاجات كميه.
الزمن الوقت، اقول لك الساعه كام، مش معقوله تقول لي مثلا جيد، لا هتقول لي 5 6، على طول بتجاوب رقم على طول. طيب الدراسات النوعيه بقى، لا الدراسات النوعيه معناها دراسات غير كميه، يعني ما فيهاش، ما بتعتمدش على الارقام، زي مثلا اقول لك جوده البحث ليه جيد، ما تقوليش بقى ايه 7، ايه 7 دي، هنا ما دام حاجه نوعيه يبقى حاجه حسيه، يبقى معناها حاجه الاجابه بتاعتها بتبقى كلاميه يعني مش ارقام، خلاص. يبقى الفرق بين الكمي والنوعي ان الكمي ارقام عددي، بينما النوعي ها لا، معناها ان هو يصعب قياسه كميا، خلاص. طيب إيه كمان بحط فيها؟ النظم والافكار اللي انا هستخدمها في الدراسه. طيب ايه هي مراحل وخطوات تحليل البيانات؟ 3 خطوات، هم اللي هناخدهم 3 خطوات. الخطوه الاولانيه تحضير البيانات، دي فيها بعض الخطوات ماشي، 2 الاحصاءات الوصفيه، 3 الاحصاءات الاستنتاجيه، خلاص. يبقى برضه هناخد 3 اجزاء في المراحل وخطوات تحليل البيانات، عايزكم تركزوا كويس. طيب نبدا باول مرحله اللي هي مرحله تحضير الايه، تحضير البيانات. طيب خدوا بالكم معايا، لو انا هنا لما بنتكلم عن مراحل خطوات التحليل، هتلاقي اول مرحله مرحله ايه، ها، تحضير البيانات، من اسمها كده تفهم ايه، انها تحضير بيانات. يعني ايه؟ معناها انها عمليه ادخال البيانات، معناها ان انا بجهز البيانات، يبقى عمليه تجهيز البيانات. البيانات دي عباره عن ايه؟ اللي انت جمعتها عن طريق الاستبيان، عن طريق المقابله، عن طريق كل اللي هي الملاحظه وما الى ذلك. يعني معناها ان بحضرها، بجهزها انها تخش على الحاسب الالي، يعني البيانات بقى هتبقى جاهزه ان تبدا استطيع ان احللها، خلاص. يبقى دي المقصود بتحضير البيانات، تحضير البيانات معناه ان تجهيز البيانات لكي تبدا في عمليه التحليل الاحصائي. طيب طب مرحله التحضير دي بتمر بحاجات، اي نعم، زي تسجيل البيانات، ادخال البيانات، اختبار صحتها، تحويل البيانات. يبقى دي ال4 حاجات دول في المرحله دي بس، مرحله تحضير البيانات. ازاي يعني؟ ده معناه ان انا في المرحله الاولانيه لازم لابد اقوم بعمليه تسجيل البيانات، يعني امسك البيانات اللي عندي ديت واعمل لها عمليه ايه، ها، تسجيل. يعني ان انا ابدا عمليه ايه، زي ادخال كده البيانات على الحاسب الالي. ليه؟ علشان اما ادخل البيانات تبقى جاهزه على استخدام برنامج اللي هو الاس بي اس اس او اي برنامج احصائي. طيب البيانات دي ممكن احتفظ بيها بعد كده؟ اه، اللي هي تعتبر قاعده معلومات او قاعده بيانات بالنسبه لك، بتحتفظ بيها لمده من 5 سنوات الى 7 سنوات يعني على الاقل. ليه؟ لان ممكن حد مثلا الدراسه بتاعتك دي يحتاجوها في شيء تاني، يطلبوا منك بعض البيانات، يبقى انت برضو جاهز، يبقى انت عندك جاهزيه انك مستعد تظهر اي بيانات موجوده. طيب يبقى دي المرحله الاولى، مرحله تحضير البيانات قلنا فيها 4 حاجات. اول واحده فيها تسجيل البيانات، طيب باء اختبار صحه البيانات، هل البيانات اللي انت جبتها دي بيانات صحيحه ولا بيانات لا تصلح للتحليل الاحصائي؟ سؤال مهم جدا. تقول لي لا ده تصلح، اقول لك عرفت منين انها تصلح؟ قلت لي ان الاجابات فيها واضحه مقروءه، لازم تبقى الاسئله فيها هامه، ها، الاجابات مكتمله وما الى ذلك. يعني مثلا لو لقيت في استبانه مش مجاوب كل البيانات فيها كامله، خلاص استبعدها لانها لا تصلح للتحليل. امال اعمل ايه؟ لازم تراعي ان كل الاستبانات اللي انت وزعتها راجعه مكتمله، راجعه متجاوب عليها. يبقى اذا مهم جدا النقطه دي، ان انا لازم بعد ما اسجل البيانات ابدا اختبر صحه هذه الايه، البيانات. كل ده في المرحله الاولى اللي هي تحضير البيانات. طيب وكل ده في مرحله تحليل البيانات. طيب نيجي بقى بعد ما اختبرت صحتها، ها، جيم، ادخل البيانات على الحاسب الالي، خلاص ابدا اشتغل بقى عشان ابدا احل. طيب وبعدين احولها من خلال ان انشئ قاعده بيانات دراسه بالعلاقات والتحاليل اللي انا توصلت لها. يبقى دول ال4 حاجات بتوع تحضير البيانات. كده انا خلصت مرحله تحضير البيانات. نخش على المرحله الثانيه، مهمه جدا، هي الاحصاءات الوصفيه، ودي هناخد فيها 3 اشياء بالظبط. يعني ايه، يعني ايه احصاءات وصفيه يا اخوان؟ معناها انه التحليل الاحصائي الوصفي. يعني ايه؟ يعني معناها اني بختبر بعض المقاييس الاحصائيه، زي التوزيع، زي مقاييس النزعه المركزيه، زي التشتت. هما دول 3 حاجات هنقول. يعني تجيب الوسط، المتوسط، المنوال، تجيب المدى، الانحراف المعياري، دي كلها اسمها احصاء وصفي. ديسكريبتيف ستاتستيكالز، يعني احصاء وصفي. دي بيجيبها لك برامج اللي هو البرنامج الاحصائي بسهوله شديده جدا. تعالوا نشوف كده اول واحده، التوزيع. معناه ايه التوزيع؟ هو ملخص تكرار القيم الفرديه المتغير. بمعنى انا عايزكم بس ايه، يعني كل في الحاجات دي تحفظوا التعريف بس، هتلاقي سطر واحد محطوط لك حتى بلون مميز، هو ده اللي تحفظه، يبقى انت فهمت ان هو ده المقصود بيه. يعني نماذج زي العمر، زي الدخل،
اشوف الاسعار، درجات الحراره اكيد بتتكرر، فبالتالي اشوف تكرار القيم الفرديه، وده يبقى اسمه توزيع. في توزيع طبيعي وفي توزيع عشوائي. طيب ايه كمان؟ يبقى دي اول واحده، الف التوزيع. باء مقاييس النزعه المركزيه. زي ايه؟ اهو ثلاث حاجات، ثلاث اشياء: المتوسط والوسيط والمنوال. ها، حد عارف ايه هو المتوسط؟ حد يعرف المتوسط عباره عن ايه؟ ها، حاصل جمع القيم على عددها. يعني لو قلت لك مثلا عندي اتنين وتلاتة واربعة مثلا، او واحد واتنين وتلاتة، خلينا بتقول اسهل يعني، واحد واتنين وتلاتة، ها، متوسطهم كام؟ تقول لي واحد زائد اتنين زائد تلاتة يطلع كام؟ واحد زائد اتنين تلاتة، وتلاتة ستة، على عددهم ثلاثة، ستة على ثلاثة يبقى اتنين، يبقى المتوسط فعلا اتنين، صح؟ برافو يا سارة، برافو يا دالي. يبقى اذا المتوسط، ها، عبارة عن حاصل جمع القيم مقسوما على ايه؟ عددها. طب لو عندي 100 قيمة من واحد لحد 100، عادي جدا اجمع من واحد لحد 100 فوق في البسط، اجمعهم واقسم على 100، خلاص هيطلع لك المتوسط بتاعها. اعتقد سهلة مش محتاجة يعني. طيب الوسيط بقى، القيمة اللي توجد في منتصف القيم. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، الوسيط بتاعهم هنا كام؟ ثلاثة. برافو يا سماح، برافو يا رقي، ثلاثة، صح جدا، هو اللي موجود في منتصف القيم مش المتوسط بقى. لو قلت لك طب هات لي المتوسط، تقول لي لا عادي اجمعهم، يبقى واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة على خمسة، اطلع المتوسط بتاعه. لكن الوسيط اقول له لا، باينه خالص، ناخد القيمه اللي في الوسط على طول. ها، وصلت؟ يبقى الفرق بين المتوسط والوسيط، متوسط مجموع القيم على عددهم، بينما الوسيط هو القيمه اللي في المنتصف على طول. طب المنوال، اكثر القيم تكرارا. يعني ايه اكثر القيم تكرارا؟ اكثر القيم تكرارا معناها ان انا عندي قيم مثلا 1 2 فاصلة 2 فاصلة 3 فاصلة 4 فاصلة 4 فاصلة 5 فاصلة 5 فاصلة 5 فاصلة 6 فاصلة 5. ها، يبقى هنا المنوال ايه على طول؟ 5. ليه؟ اتذكر اربع او خمس مرات. برافو ده، برافو يا استاذ، صح كده. طيب اذا المنوال بشوف اكثر القيم تكرارا واقول على طول ان هو ده المنوال. ها، يا رب تكون واضحة وسهلة. يبقى دي مقاييس النزعه المركزيه، دي تاني مقياس. يبقى الف التوزيع وباء مقاييس النزعه المركزيه، جيم التشتت. التشتت باخد فيه حاجتين، خليكم مركزين معايا، باخد حاجتين: المدى والانحراف المعياري. ايه هو المدى؟ المدى عباره عن طرح اكبر قيمه او اقل قيمه من اكبر قيمه، او اقول اكبر قيمه ناقص اقل قيمه، ها، براحتك بقى. يبقى بطرح اقل قيمه من اعلى ايه؟ من اعلى قيمه. ده المدى. يعني لو عندي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ها، المدى بتاعهم يطلع كام؟ كام؟ ها، أربعة، لأن خمسة ناقص واحد. برافو، أربعة، مظبوط. شفتوا سهلة جدا ازاي؟ ما فيهاش حاجة خالص. يبقى المدى بشوف أكبر قيمة في الأعداد، وبشوف أقل قيمة وأطرحهم من بعض يديني على طول الإيه؟ المدى. طب الانحراف المعياري بقى عبارة عن إيه؟ الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات. يعني إيه الجذر التربيعي لمجموعات مربعات الانحرافات؟ عن وسطها الحسابي مقسوم على حجم العينه. طبعا هتقولوا صعب شويه، بيبقى جذر تربيعي كده، بنعمل علامه الجذر التربيعي، وبروح جاي جايب ايه بقى؟ اربع فيه الانحرافات من خلال متوسط الحساب، واقسمه على حجم العينه. ما تقلقوش، ده قانون، والاله الحاسبه نفسها بتطلعه، الاله الحاسبه او اي برنامج احصائي زي الاس بي اس اس هيطلعه لك على طول، يعني ما يحتاج. بس اهم شيء ان انتوا عارفين ان هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات عن وسطها الحساب مقسوم على حجم الايه؟ العين. خلاص اتفقنا؟ طيب نيجي لاخر حاجه عندنا في مراحل خطوات بقى تحليل البيانات، وهي الاحصاءات الايه؟ الاستنتاجيه. يبقى خدنا الاحصاءات الوصفيه اللي قبل كده، ها؟ خدنا الاحصاءات الوصفيه، اول مرحله تحضير البيانات، وبعدين الاحصاءات الوصفيه، وبعدين الاحصاءات الاستنتاجيه، ها؟ يبقى مراحل او خطوات تحليل البيانات كم مرحله؟ ثلاث مراحل. اول واحده تحضير البيانات، الثانية الإحصاءات الوصفية، وقلنا دي عبارة عن توزيع، مقاييس النزعة المركزية، التشتت، وشفنا المتوسط والوسيط والمنوال. طيب الإحصاءات بقى نيجي لآخر حاجة اللي هي المرحلة الثالثة، وهي الإحصاءات الاستنتاجية. تستخدم الإحصاءات الاستنتاجية، ها، ليه بقى؟ عشان أحصل على استنتاجات. الاستنتاجات ديت بتساعدني في إن أنا بوفر بيانات من خلال إن أنا أوصف الدراسة اللي موجودة عندي. بمعنى إيه؟ دي احصاءات بس اقوى شويه. يعني انتوا شفتوا، مش شفنا الاحصاءات الوصفيه اللي هي المتوسط والوسيط والمنوال والتوزيع؟ حلو، حاجات سهله بسيطه تقدر او تقدري
اما اقول لك المدى 1 2 3 4 5 على طول حسبت المدى، قلت لي اعلى قيمه 5 واقل قيمه 1، يبقى 5 ناقص 1 يبقى 4 على طول. حلو، يبقى انت كده الاحصاءات الوصفيه اهم ما يميزها ان انا اقدر كباحث اقوم بيها لوحدي بالقلم على طول اطلعها على طول، ما ياخدش مني وقت، بالذات لو الايه العينه حجمها بسيط بسيط يعني الاعداد مش كتير يعني. طيب انما الاحصاءات الاستنتاجيه لا صعبه جدا بقى. ليه؟ دي تحليلات بنسميها التي تيست والانوفا والانكوفا، بمعنى لو انت عندك برنامج الاس بي اس اس بتلاقي فيه حاجه اسمها الجنرال لينر موديل. الجنرال لينر موديل ده موجود عنصر كده زي القوائم، تفتح القايمه تلاقي فيها على طول اللينر، اللينر ده تحليل لينر تلاقي منها على طول التي تيست والانوفا، يعني البرنامج بيجيبها لك ببساطه شديده جدا. طيب دول اعرف اعملهم انا ببساطه كده؟ لا صعبه جدا بقى، ما ينفعش ان علي يقعد بالقلم كده، ممكن يحسب المدى، ممكن يحسب المتوسط الوسيط، لكن اللي هي الاحصاءات الوصفيه، لكن يقعد يحسب احصاءات استنتاجيه بتبقى صعبه جدا الموضوع ده. ليه؟ لانه ده بنستنتج فيه علاقات مترابطه ومتشابكه، يعني شبكيه شويه، بتبقى صعبه جدا جدا انك تجيبها، لازم تستخدم برنامج احصاء. طيب صدق الاستنتاج بقى، الموضوع ده بقى مهم جدا يترتب على الاحصاءات الاستنتاجيه. معناه ايه؟ ها مهم قوي احفظوا التعريف ده، ممكن يجي في الاختبار. لو قال لك ما هو صدق الاستنتاج، او قال لك هو عباره عن درجه معقوليه الاستنتاج، يعني هل الاستنتاج اللي انت طلعت بيه من النتائج ده، هل بقى الاستنتاج ده معقول ولا مش معقول؟ لو كان معقول يبقى ده اسمه صدق الاستنتاج. يعني جبت حاجه معقوله، يعني مثلا اقول ان في الشتاء مثلا الامطار تكون غزيره او السيول تحدث في الشتاء، دي النتيجه اللي انت وصلت لها. اه منطقي. لكن اجي اقول مثلا السيول تحدث في الصيف، يا اخي اتكلم كلام منطقي، ما ينفع. يبقى اذا ايه؟ ها درجه معقوليه الاستنتاج مهمه جدا. خلاص يعني مثلا ما اقول مثلا درجه الجريمه او العنوسه بتزداد في المرحله اللي هي مثلا من سن 10 لسن 15 سنه، اقول لك ازاي السن ده غلط جدا، المرحله دي غلط ما تنفعش. العنوسه معناها من سن متاخر، معناها مثلا ابدا من 25 من 30 وهكذا يعني. يبقى اذا انت شوف انت يعني لو قلت الكلام ده لاي حد، يعني لو قلته مثلا لدعاء تقول لك لا غلط، لو قلته مثلا لالاء، لو قلته الاميره تقول لك لا غلط. ليه؟ هي مش يعني العقلانيه بتاعتها بتقول لا الكلام ده مش مظبوط. يبقى انت استنتاجك لازم تراجعه تاني، اقول لازم عندي حاجه اسمها صدق الاستنتاج اللي هي درجه معقوليه الايه؟ الاستنتاج. حول علاقه ما بين متغيرين في بيانات الدراسه، يعني لازم يكون استنتاجك استنتاج منطقي، بنسميها لوجيكال. لوجيكال بمعنى منطقي، ما ينفعش ان اجيب حاجه غير منطقي. طيب مهددات صدق الاستنتاج، ايه الحاجات اللي تخليك مهدد ان ممكن استنتاجك يبقى غلط؟ اولا استنتاج عدم وجود علاقة، على الرغم ان في علاقة اصلا، يعني انت تقول لي لا ده ما فيش علاقة ما بين السيول والامطار، يا رجل ازاي بس ما فيش علاقة؟ في علاقة. او تقول لي ما فيش علاقة ما بين الدخل والزواج، ما فيش علاقة ما بين، ازاي بس؟ تقول لي ما فيش علاقة بالمستوى الاجتماعي لا ازاي؟ غلط. اذا هنا ممكن في حالات زي كده انت بتستنتج ان مفيش علاقه مع ان في ايه؟ علاقه. طبعا الخطا ده ساعات بيجي عدم دقه مقاييس، تباين عينه، ضعف القدره الاحصائيه وما الى ذلك يعني. طيب ممكن ايه اللي يهدد صدق الاستنتاج بتاعك؟ يعني يهددك يعني يخلي استنتاجك خطا يعني. اه يعني ما تجيبش حاجه كده وانت قاعد على المكتب او قاعد في البيت تقعد تفنن النتائج، غلط. لازم يكون استنتاجك استنتاج واقعي من خلال البيانات والدراسه اللي انت قمت بيها. وكل ما يكون في مصداقيه، يعني في عقلانيه، في لوجيكال، في منطقيه، كل ما يكون صادق يعني. طيب اثنين، انك تستنتج وجود علاقه على الرغم من عدم وجود علاقه اصلا، وده ساعات بيجي من اعاده تحليل البيانات. يعني مثلا ما فيش علاقه ما بين الدخل والسيول مثلا، فانت تيجي تقول لي لا ده في علاقه، طب يعني مش منطقيه. او تقول لي مثلا ما فيش علاقه ما بين مثلا العنوسه مثلا ومثلا والدخل، او العنوسه والشباب، او العنوسه والسن، اقول لك يا راجل في علاقه. فبالتالي هنا لازم ولا بد انت تراعي درجه المصداقيه بحيث تكون راجل لوجيكال، راجل منطقي. طيب نيجي بقى لاساليب توثيق المعلومات. التوثيق معناه ايه؟ في حاجتين، عندي حاجه اسمها توثيق وحاجه اسمها اقتباس، ده اهم شيء انا عايزكم تعرفوه. في التوثيق ذكر المصدر الذي اقتبس منه النص على حسب نوع التوثيق، يعني ما اجي اوثق انا خدت النموذج ده من دراسه علي خلاص بكتب، او دراسه مثلا دراسه دعاء اقول كده علي كذا كذا الدراسه كذا كذا صفحه كذا، يبقى ده اسمه توثيق. بحفظ حقوق الملكيه الفكريه، بزود ثقه النتائج، اخلي الناس تبقى عندها ثقه في الباحث بتاعي، تمام، او في البحث بتاعي. طيب
وكمان بمارس وعزز اخلاقيات البحث العلمي، انا كده امين، عندي الامانه العلميه. طب في حاجه كمان بقى اسمها الاقتباس، يبقى في توثيق وده ان اوثق، يعني اكتب المصدر اللي انا حصلت منه على البيان. في حاجه اسمها الاقتباس، الاقتباس هو اللي هو النقل الحرفي للنص. النقل الحرفي للنص يعني ايه؟ نقل حرفي للنص، نقل حرفي للنص معناه ان انا بنقل النص بصوره حرفيه بصوره كامله، وده لازم ولا بد، ما دام هنقل بصوره كامله مفيش مانع انقل، بس يبقى بين علامات تنصيص وتكتب المصدر تحت، وثق يعني تقول والله الكلمات دي، الجمله الفقره دي ممكن ابقى انا واخد صفحه كامله، صفحه كامله من بحث علي، يبقى احطها في بدايه الصفحه كده، احط علامات تنصيص، تنصيص اللي هي بدايه الكلمات في اول الصفحه، واحط علامات تنصيص عند نهايه المقطع اللي انا خدته من علي، واكتب تحت علي، يبقى علي بمحرز مثلا عنوان البحث، واكتب السنه بتاعه النشر وما الى ذلك، يبقى ده هنا اقتبست ووثقت في نفس الوقت، خلاص؟ يبقى ده فرق ما بين التوثيق والاقتباس. اخر جزئيه عندنا اخلاقيات الايه؟ البحث العلمي. يعني ايه يا اخوان بقى اخلاق البحث العلمي؟ معناها ان لازم ولا بد الباحث او اي باحث يكون عنده اخلاقيات. ازاي يكون عنده اخلاقيات؟ يعني لازم ولا بد يتسم بالامانه، لازم يتسم بالاخلاص، لازم يتسم بالمصداقيه. يعني النتائج بتاعتك او بتاعتك طلعت نتائج على غير هواك، يعني مثلا انا حللت لقيت العلاقه ايجابيه او سلبيه ما بين متغيرين وبعض، ايه ده؟ معناه ان الفرض بتاعي غلط، لان انا كنت عارف ان لا يوجد علاقه بين كذا كذا، فجاه لقيت في التحليل الاحصائي طلع لي في علاقه، اقول ايه ده؟ الفرض بتاعي غلط. مش غلط ولا حاجه، هو ثبت عدم صحه الفرض، فده في حد ذاته نتيجة جميلة جدا، يعني لا تقلق. فتقول كده من خلال نتائج التحليل الإحصائي ثبت عدم صحة الفرض في جزئية كذا كذا كذا، عادي جدا، ودي نتيجة. طب أنا قدمت إضافة للبحث العلمي كده؟ أي نعم. ليه؟ لأن الباحث اللي هيجي بعدك هيحط فرض تاني غير الفرض اللي أنت حطيته. ليه؟ لأنه هيبقى عارف إن الفرض اللي أنت حطيته مفيش منهم علاقة، في حين لو اكتشفت انت بقى، انت قلت له لا كان في علاقه، خلاص هيبدا من حيث ما انتهيت انت، وفي الحاله دي طبعا يبقى انت اديت اضافه، وفرت وقت الباحثين اخرين، فيعتبر ده جزاك الله خير، دي اضافه انت اضفتها للبحث العلمي. واضح الجزئيه دي؟ طيب فلازم الباحث ده يبقى عنده ايه بقى؟ زي ما تطلع النتائج بقى، طلعت التحليل الاحصائي فيه علاقه ما فيش علاقه، حط ما يهمكش، لازم يبقى عندك مصداقيه، ما فيش اي مشكله خالص. طيب يبقى لازم ولا بد، لازم ولا بد يبقى عندي احترام للخصوصية، لازم يبقى عندي إخلاص، لازم يبقى عندي أمانة علمية، لازم يبقى عندي توثيق، لازم يبقى عندي مصادر، المصادر دي بكتب فيها الحاجات اللي أنا أخدت منها، لازم ولو بد أحافظ على حقوق ملكية الغير، يعني دايما وأبدا أنسب لو في نموذج أنا أخدته أقول النموذج ده بتاع فلان. طب لو أنا حاجة أنا عملتها بنفسي، يعني أنا اللي عملت النموذج بنفسي ما خدتوش من حد، عادي تكتب تحت النموذج كده النموذج من اعداد الباحث. الله عليك، يبقى كده انت كده وضحت ان انت اللي بذلت جهد في النموذج، مش واخده من اي دراسه تانية خالص. يجي بعد كده لو حد خده منك بعد كده او حب يستشهد بيه، يقول لا البحث ده بتاع مثلا دعاء، او البحث ده بتاع داليا، او البحث ده بتاع بشاير، او البحث ده بتاع، يبقى كده كلام، او بتاع فارس مثلا، يبقى كده انا عرفت النموذج ده بتاع فارس. ليه؟ لان انا خدته من دراسه فارس، وهكتب وفارس كان كاتب كده هذا النموذج من اعداد البحث، يبقى عرفت ان مين اللي عمل النموذج ده، اللي عمل النموذج فارس، يبقى فارس بعد كده لما اجي اخد منه هاخد من فارس، هاخد منه ايه؟ النموذج ده، اكتب تحت كده نموذج فارس كذا كذا كذا، ووثق واحطه كتوثيق موجود عندي، خلاص وضحت الصوره. طيب تعالوا بقى نشوف كده بعض الحاجات. يعني انا بيقول ان اخلاق البحث العلمي لازم ولا بد يكون اي عالم او اي باحث لازم يكون عنده اخلاق، ولازم اخلاقيات، ولازم يكون عنده قيم. كلمه اخلاقيات بالانجلش ما ايثكس، ايثكس يعني اخلاقيات، قيم اللي هي الفاليوز، لازم يبقى عندك فاليوز، لازم يبقى عندك ايثكس، لازم يبقى عندك زي ما بيقولوا كده الريسبكت، الاحترام، لازم يبقى عندك الحاجات اللي هي ايه، تشعر الناس ان انت عندك مصداقيه، عندك فاليديتي، فاليديتي يعني مصداقيه. طيب ده معناه ايه؟ ان لازم احترم خصوصيه النشر، ما ينفعش ان انا اروح اعقد استبيان واروح جاي قايل له كده
الاستبيان ده اطلع انشر النتائج في الجريده مثلا، ما ينفعش، غلط جدا. ما لا، ده انت بتكتبه في الاستبيان كده، مع العلم بان هذه بيانات الاستبيان لن تستخدم الا في البحث العلمي فقط. يبقى كده انت فهمت ان لا، انا هستخدمها في البحث العلمي فقط. يبقى ده معناها ان في حفاظ على السريه، في حفاظ على اسرار وخصوصيه المبحوث. يبقى ده كده هو بيجاوب لك، وعارف انه لو كتب لك اسمه او كتب لك سنه او كتب لك دخله، ما تروحش انت تنشر تقول لي مثلا دخل الفئه اللي هي موظفي ارامكو بياخدوا كذا او موظفي، لا ما يصحش. هو عشان مش كتبها لك في الاستبيان تقوم انت تنشر او تفضح، لا، الباحث ابعد ما يكون على انه ينشر فضائح او ينشر اسرار البحث بتاعه. خلاص، ما ينفعش ان انشر اسرار البحث بتاعي، دي اسرار بحثيه لازم ولا بد دايما وابدا اكون حريص على انها لا تخرج عن نطاق البحث العلمي. طيب، لازم كمان اكون حريص على موافقه الافراد، لازم الافراد دول يكونوا موافقين على ان انا اقوم بالبحث ده، واخد موافقه عشان ما يبقاش بعد كده يشعروا ان انا عملت شيء بدون موافقه، عشان ممكن بعد كده يقول لك مين اللي قال لك انك تاخد او تعمل الدراسه بتاعتك داخل الشركه، تقول له لا انا واخد معايا جوابات ومعايا موافقات وما الى ذلك. يبقى لازم تامن نفسك بخطابات رسميه لجمع البيانات. طيب ايه كمان؟ لازم تعرف الافراد بيك بشكل واضح وتام، لازم تزيد درجه الحمايه والتوضيح، لازم تراعي شروط الامانه والمصداقيه. اصل ساعات يعني انت مثلا لو رحت هيئه حكوميه مثلا زي ارامكو، هل ينفع تخش تجمع بيانات من ارامكو كده لوحدك كده داخل البوابه كده تخش تجمع بيانات؟ ولا لازم يبقى معاك تصريح؟ لا، لازم يبقى معايا تصريح، لازم يبقى معايا خطاب رسمي، لازم يبقى اي حاجه من جهه عملي او من الجامعه او من المكان اللي انا بعمل فيه البحث بتاعي اخد خطاب رسمي يسمح لي ان انا اجمع بيانات. ولازم ولا بد توثقه، يعني لازم ولا بد يبقى البحث بتاعك او التصريح ده موثق، بحيث لما تروح ارامكو او تروح اي شركه او سابك او المراعي او كده بتخش على مجلس الاداره او تخش على الفئه المستهدفه من المبحوثين ويبقى معاك التصريح ان انت تجمع بيانات. خلاص، لازم، مهم جدا عشان تبقى انت في امان. طيب، لازم وكمان يبقى في سلامه مهنيه وخبرات شخصيه، يعني ما تعرضش نفسك كباحث، ما عرضش نفسي الامور ما فيهاش سلامه مهنيه. لازم ولا بد انا اراعي ان انا برضو لازم اكون حريص على نفسي، لازم ولا بد اراعي الخبره الشخصيه، لازم يعني اراعي خصوصيه المكان، ما ينفعش ان انا اسجل اصوات او التقط صور او اصور فيديو. زي ما بتروح انت المرور مثلا، المرور مانع مثلا انك تدخل بالجوال، ليه؟ عشان ما تقعدش تصور في المسؤولين او تصور اثناء ما بيتكلم معاك، ما ينفعش، لازم ولا بد تحترم الاشخاص الموجودين. يبقى لا تسجل اصوات ولا تسجل صور ولا تسجل فيديو وما الى ذلك، اللي هو حاجه يعني تخرج عن نطاق خصوصيه المكان. كمان اراعي مشاعر الاخرين، لازم ما استغلش المواقف صالح، يعني نستغل المواقف المعينه دي لصالح البحث بتاعي، لا، لازم اكون راجل فير، راجل عادل، لازم اكون حيادي، لازم احترم خصوصيه وهويه المستهدفين من البحث. واحد قال لي على الدخل بتاعه، كتب الدخل بتاعه، ما ينفعش ان اروح اصرح او اروح ان انا انشر الدخل وقال لي عليه مثلا او والله ذكره في الاستبيان. لازم اراعي حقوق الانسان والحيوان والاطفال، كل حاجه لازم التزم بالقوانين والاعراف والقيم والعادات، لازم، كل الحاجات مهمه جدا جدا يا اخوان في القيم والمبادئ والعادات والاخلاقيات. خلاص، بكده نكون انهينا المنهج بتاعنا، يعني انهينا المنهج كمنهج زي ما قلت لكم ان شاء الله، بحيث يبقى المحاضره القادمه هنبقى نعمل ان شاء الله المراجعه الشامله الكامله بالاسئله بكله ان شاء الله. خلاص، لكن كده كمنهج مش هنزود عليه ازيد من كده، عشان برضو مش عايزين نثقل. طبعا هتقولي هو في في اجزاء تانية بصراحه، يعني في حوالي فصل كمان الفصل ده، بس انا بصراحه قلت لا خلاص ما يحتاج، كفايه لحد كده الفصل ده ونبدا ناخد مراجعه، لان انا كل ما ناخد وقت اطول في المراجعه يعني الراجع معاكم افضل ليكم، يعني عشان تتدربوا على الاسئله، تتدربوا على طريقه الاسئله ان شاء الله في الاختبار وما الى ذلك يعني. وانا الحمد لله انا يعني اعتقد انا بحط لكم اسئله في نهايه كل محاضره عشان تبقوا عارفين شكل او نظام ان شاء الله الاختبار لو هيجي ازاي يعني. ان شاء الله يا ساره المراجعه هتكون شامله باذن الله، هتبقى مراجعه شامله بس بالاسئله، يعني عشان الوقت، لان برضو مش هنقدر نراجع نظري، لا هنراجع اسئله عشان يبقى الكلام واضح، مراجعه بالاسئله. هنراجع مثلا هناخد اسئله من الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث، واسئله فيها اسئله من اللي احنا واخدينها من هنا، وفي اسئله من اللي ما خدناهاش. خلاص، يعني في اسئله جديده، ها خلاص، يعني
يا رب يكون الكلام واضح يعني. يعني فيها هتبقى اسئله من اللي هي في نهايه الشرائح، وفي اسئله لا الاسئله مش هتنزل في المنتدى، ما ينفعش، عشان بس ايه نكون برضو واضحين. الاسئله هنستعرضها مع بعض هنا خلاص، عشان يعني حاجه في نفس يعقوب، ما ينفعش الاسئله ننزلها خلاص. احنا يعني هنعمل مراجعه مع بعض هنا، والاسئله هعرضها لكم زي كده، انتوا يعني اللي عايز سؤال يكتبه، اللي عايز يعمل حاجه، اللي عايز تفهم كده يعني، لكن مش هينفع يعني خلاص. والله يا فاطمه المنهج مش كبير ولا حاجه، بقول لك والله انا يعني شلت من عليكم يجي فصل او زياده يعني، والله يعني او فصلين كمان، في حاجات في تحليل المضمون وتحليل المحتوى، وفي حاجات كتير جدا لسه في المراجع، وفي يعني انا والله العظيم انا خففت عليكم بقدر الامكان، وهعمل لكم ان شاء الله المحاضره الجايه اسئله يعني، والاسئله مهمه جدا يعني، كل لبيب بالاشاره يفهم، الاسئله مهمه جدا جدا، لو قولها لكم ان شاء الله المحاضره الجايه خلاص فهموها بقى، فمهم جدا يعني، عايزين ان شاء الله تحضروا. الناس اللي بيحضروا معانا بانتظام زي داليا وزي دعاء وآلاء وعلي وفارس ان شاء الله عايزينكم تحضروا، عشان الاسئله دي مهمه جدا، ومش هنزلها في المنتدى خلاص، مش هقول اكتر من كده. طيب تعالوا بقى ناخد مراجعه على الموضوع بتاع اليوم يعني، ناخد بعض الاسئله يعني. ها لو قلنا المتوسط، اول سؤال المتوسط عباره عن ايه؟ ها اه يعني هو فارس بيقول لي هل خيار جميع ما ذكر تم حذفه من الاختبارات؟ اي نعم. اي نعم، انا في اسئلتي اصلا ما بحطش كل ما سبق او غير ما سبق، لا انا بحط دايما اجابات سهل قوي، سهل انك تستبعدها وتلاقي الاجابه قدامك على طول ان شاء الله باذن الله، فيعني ما تقلقوش، بس مش بالسهوله قوي برضو يعني في اسئله محتاجه انك تبقى مركز يا فارس يعني خلاص، بس انا شلت كل ما سبق غير ما سبق، هتلاقي اسئله زي اللي انا بحطها دي، انا حاطط لكم نموذج يعني خلاص. طيب وان شاء الله المحاضره الجايه هتستفيد اكتر يعني، هتبقى في الاسئله نفسها، في اسئله موجوده قدامك واضحه خالص تمام. طيب تعالوا بقى نشوف المتوسط عباره عن ايه. انا عايز لك حتى الاجابه باللون البرتقالي، بس المحاضره الجايه مش هعمل كده، هجيب لكم الاسئله بس مش متجاوبه خلاص، بس هنجاوبها مع بعض خلاص، عشان برضو اختبر كده انتوا بتذاكروا وبتراجعوا ولا لا. فانا عايزكم ان شاء الله من اليوم الاسبوع ده لحد المحاضره الجايه باذن الله تكونوا راجعتوا على الفصول الاولى خلاص. يعني المقصود ان انا عايزكم راجعوا على الفصول السابقه، يعني مثلا اعتبر نفسك داخل اختبار، اعتبر الاختبار كانه مثلا كانه هو الاسبوع الجاي اللي هي المحاضره بتاعتنا، واعتبري الاسئله هتبقى قدامك كده، ها عايز اشوف انت تعرفي هتجاوبي كام سؤال، هتجاوبي ايه، اختبار حلو ليكي يعني، او ليكي علي او كده يعني خلاص، يعني اعتبروها زي تحدي كده، انتوا المحاضره الجايه اسئله، يبقى انا النهارده من النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي اذاكر بالذات الفصول الاول والحاجات دي اذاكرها، كانها ايه اشوف كده انا هعمل ايه في الاسئله الدكتور محمد هيجيبها، هل هعرف اجاوبها ولا لا، خلاص اتفقنا. فهتبقى باذن الله يعني هي مش هبقى حاطط لكم الاجابه باللون البرتقالي زي كده يعني، لا هتبقى الاسئله عاديه خالص وهقول لكم على الاجابه خلاص. طيب لا هنزلها لكم في ملف زي، هتبقى قدام كل الاختيارات قدام كانها ورقه اسئله زي ما احنا عاملين في المحاضره كده، بس مش مثلا هنا مش انا حاطط الاجابه الف هو حاصل جمع المقصود، لا مش هتبقى كده يعني، هتبقى الاسئله كلها بلون مثلا الاخضر الاجابات، وانتوا عليكم تقولوا الف بقى ولا باء ولا جيم خلاص، فانا هتبقى قدامكم معروضه على الشاشه ان شاء الله خلاص، هنزلها لكم برضه ما تقلقوش، بس هنعملها مع بعض يعني، فاعتبروها كانها ورقه اسئله يعني خلاص اتفقنا. اعتقد سهل اهي، الموضوع بسيط يعني. طيب يبقى هنا المتوسط عباره عن ايه؟ ها حاصل جمع القيم مقسوم على عدد، ما اعتقد سؤال ما فيش اسهل من كده. طيب يعتبر المنوال احد انواع مقاييس ايه بقى؟ التوزيع ولا التشتت ولا النزعه المركزيه ولا الانحراف المعياري؟ المنوال ايوه احد مقاييس النزعه المركزيه، صح كده، برافو يا فاطمه، تمام، يبقى فعلا المنوال احد مقاييس النزعه المركزيه. طيب مرحله تحليل البيانات تتضمن ايه؟ صياغه عنوان الدراسه، تحليل البيانات مش المقدمه، تحليل البيانات اللي هي كانت المرحله الثالثه. طب الدراسه الاستطلاعيه وتحليل البيانات ولا تحديد وصياغه المشكله ولا تحضير البيانات والاحصاءات الوصفيه والاستنتاجيه بقى؟ ها ده ليه ده الاصح يعني، شو مثلا هتلاقوا في باقي الدراسه الاستطلاعيه وتحليل البيانات، بس الدراسه الاستطلاعيه غلط، ما بعملش دراسه استطلاعيه، فكده يعتبر كان الاجابه بقت فيها جزء غلط خطا يعني، لا بس ده بقى هتلاقي تحضير البيانات فعلا، هم الثلاث خطوات اللي خدناها، ثلاث مراحل قلنا تحضير البيانات ها والاحصاءات الوصفيه وايه والاحصاءات الاستنتاجيه، فصح كده يبقى الاجابه رقم ده. طيب درجه معقوليه الاستنتاج حول علاقه ما بين متغيرين في بيانات الدراسه عباره عن ايه؟ ها معقولية هل الاستنتاج ده معقول؟
ولا مش معقول؟ طلع معقول مثلا، يبقى درجة المعقولية دي بسميها ايه؟ صدق الاستنتاج، صح كده؟ مش مهددات صدق الاستنتاج ولا سلبيات ولا تعريف، لا هو صدق الاستنتاج. خلاص اتفقنا؟ طيب لو قلنا الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات عن وسطها الحسابي مقسوم على حجم العينة، التعريف الطويل ده قلنا ايه؟ كان تعريف سهل قوي بتاع الانحراف المعياري، ما قلنا ده صعب ان انا اطلعه يعني ان ما اقدرش اعمله يعني بالقلم كده، لازم آلة حاسبة او برنامج، فكان سهل. انما الوسط سهل اطلعه بالآلة الحاسبة، المنوال سهل اطلعه، المدى سهل. يبقى الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات عن وسطها مقسوم على حجم العينة صعب اطلعه، يبقى ده على طول تعرف ان هو الانحراف المعياري. يبقى تقدري يا دعاء تربطي ان الانحراف المعياري مربوط بالجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات، حتى ما تشوف فيها انحرافات وانحراف، سهله اهي، يبقى ربطت انحرافات مع انحراف، يبقى انحرافات وانحراف معياري. ها، يبقى الانحراف المعياري ها هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات الانحرافات. ها، وصلت كده؟ تمام. طيب بكده نكون اليوم ان شاء الله انهينا الجزء بتاع النهارده، يا رب يكون بس الموضوع خفيف عليكم وبسيط. والله انا طبعا هو الوقت يعني والله الواحد بيتمنى المحاضره تكون اطول، والله كنت يعني الواحد شرح لكم باستفاضه اكتر وامثله اكتر ونماذج اكتر لكن هو يعني احنا ملتزمين بالوقت غصب عننا، وبنطول ساعات 10 دقايق و5 دقايق زياده معلش غصب عننا علشان نوصل المعلومه. بس ان شاء الله ربنا يا رب يوفقكم ونتمنى لكم الخير، واتمنى الناس اللي بتحضر معانا دايما على طول عشان خاطري ما تغيبوش المحاضره الجايه. المحاضره الجايه ان شاء الله هيبقى فيها الاسئله وفيها حاجات مهمه جدا، هنعمل مراجعه شامله. اتمنى الناس اللي بتحضر معانا ما تضيعوش مجهودكم، انتوا شطار وبتحضروا معانا من اول سمستر وشغالين كويس جدا، فان شاء الله ربنا يوفقكم، احضروا وربنا ان شاء الله يكتب لكم الخير والتوفيق والسعاده ان شاء الله. ولو اي سؤال احنا حاضرين باذن الله معاكم وموجودين على المنتدى، لو في اي سؤال يعني ابشروا ان شاء الله يعني موجودين، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.